السلام عليكم البنات ومرحبا بكم من جديد في قناه امال كيتشن. اليوم غادي نوريكم الخبز الافغاني اللي كنشري من يلا تسوقت وخرجت للمارشي واللي كنشري من برا. نورمالمون كنطيبو في الدار ولكن هذا الشكل هذا كنطيبو انا صغير وهذا الشكل هذا كيجي طويل. نورمالمون عنده الفران الخاص به باش كيجي على هذا الشكل هكايا، حيت الفران ديال الدار هو صغير وكتجي القزديره او الخبزه على هذا القد هذا صغيره. سو عندي الوصفه كيفاش كنطيب الخبز الافغاني او نان، وانا بغيت ندير هذا الفيديو لان الناس كيسولوني على الخبز الافغاني وسورتو البنات اللي كيجيو من المغرب ولا من خارج الولايات ولا خارج اوروبا وكيلقاو صعوبه باش كيلقاو الحاجه ديالهم. وانا حيت كنطيب بزاف الماكله الافغانيه والمغربيه يعني ما غاديش نلقى حدايا فران او مخبزه او وسورتو فاش كتجي في الاول في العام الاول وخصك تسول الناس وخصك تبحث، يعني كيكون واحد شويه ديال ستريس باش تلقى داك اللوازم يعني الغذائيه اللي كتحتاجها وانت معتاد عليها. الوغ انا بغيت نقول للبنات هذا النوع من الخبز تلقاوه في سورتو في المحل الافغاني، وكاين بلايص اخرين عربيين محلات عربيه او محلات ايرانيه يمكن لك تلقى هذا النوع ديال الخبز. هو خبز عادي كيتعجن بالهول غرين ولا بال ريغولار فلاور يعني وكيتزاد له الملحه وشويه ديال الزيت وشويه ديال الحليب وكتعجن على هذا وكتخليه يتخمر ومن بعد ما تيخمر كتطرقي على وكتخبزيه وكيدير له هذا الديزاين هذا. كديرو غير بالاصبع بحال هكا، كديرو بالاصبع وكترشيه بالماء وكيرشوه ب نوريكم من الداخل كيرشوه ب انا ديجا كليت النص الاخر كيرشوه بالزنجلان وحبه الحبه السوداء، ولا ما عندكش الحبه السوداء كدير الزنجلان، ولا ما عندك حتى شي حاجه من هذا كديرها هكا طبيعيه. وكاين تيقولوا الخبز بالزيت كيعجنوه بالزيت حتى هو بحال هذا الشكل هذا. وبصراحه فاش كتشري هذا الخبز هذا يلا كيخرج من الفران تيتشم الريحه ديالو رائعه، ولحد الان كتشم الريحه ديالو بنينه. سو انا حيت ما كنطيبش ولا ما كانش عندي الوقت كنمشي للمحل الافغاني وكنشري هذا الخبز هذا انتما كي كتشوفوا كنشريه وكنقطعو وكنخليه في الفريزر. وفاش كنبغي نحتاجو كنخرج بحال دابا في الصباح كنخرج واحد الميكا وكنخليها ميكا كندير فيها 6 حتى 8 ديال الطروفه. وانا كنستهلك الخبز في الصباح في الفطور كندهنو اما بالزيت البلديه او العسل الحره او كريم تشيز او الفرماج. وانا بغيت غير الميساج نوصل للبنات اللي كي بحالي انا يلا جيت وما لقيت شوفي خصني نلقاو ومن شكون نسول الوغ كتبقى داك الاسئله وما كيلقينش اللي يلا العام الاول ديالك كتجي ولا الشهر ولا 6 شهور ولا هذا. دابا الحمد لله كان يوتيوب كتوري الناس بزاف د الحوايج، فيسبوك يعني ميديا الحمد لله كتلقى فيها الاسئله ديالك. وانا بغيت غير نجاوب البنات اللي كيسولوني في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي الانستغرام على الاسئله ديالهم، اللي كتجيبي الخبز ديالك فين كطيبيه. انا كنطيبو بارفو في الدار وبارفو لما طيبتوش في الدار، هو حيت انا عندي الفران صغير كنشري هذا الخبز هذا الافغاني لان عندهم فران خصوصي وكيطلع حسن لانهما عندهم دي ليكسبيريونس ديالهم. سو ونوريكم الجهه الاخرى ممكن وكنقطعوا كما قلت لكم دي مورسو كنديروا في ميكات زيت لا وكنخليه في الفريغو فاش كنبغي نحتاجو كنخرجو باش يطلق ديفروستد. وفاش تطلق كنستهلكو
وغادي نوريكم كيفاش كنقطعو كيفاش كنخزنو، لان في رمضان ان شاء الله كنحتاج الخبز هذا وكندير في الفريكو. نشوفكم باش كيفاش كنقطع الخبز ديالي، كنخليه في الميكات وكنديرو في الفريكو. الوغ كنجيب الموس ديالي كنقطع الطريقة هكا، خص يكون الموس حاد ولا مقص ديال الطياب، وكنقطع الطريفات بحال هكا، الطريفات بحال هكا. كيما قلت لكم كندير 6 حتى 8 ديال الطروفة في ميكا او ستوريج. انا عندي دابا 6 هنايا، كناخذ زي بلوك وكنحطهم. وكنعمرهم في هاد الميكات وكنسد عليهم وكنديرهم في الفريغو فريزر، وكنخليوهم كنستعملهم كي الا خديت هما جوج خبزات في ميكا كيتباعوا كل وحده $2.50 $2.50 $2.50. وكان هذا بالنسبه ليهم الا خديت جوج كيديروا ليا المده ديال 15 يوم يا 15 يوم اللي كنستهلكتهم وانا غير في وجبات الفطور في البريكفاست. شكرا على المشاهده، وكنتمنى لكم دابا راه جاي رمضان ان شاء الله، وصفات جدادين، وكنشكركم بزاف حيت كتبعوني في يوتيوب شانل. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، شكرا بزاف، باي.